سيتنافسون في كل الاختصاصات ما عدا الووتر بولو مع الناشئين. المؤطرين 182 مؤطر، منهم 145 تابعين للاتحادات الرياضيه، 37 من اللجنه الاولمبيه والطاقم الطبي. هذو اللي راح يقوموا بلا ديليغاسيون جايه. نظن انه سؤالك الثاني تاع لي زانفراستركتور، نظن انه لي زانفراستركتور كان ما عندهمش بريما مش راح يقوموا بالمنافسه، دونك نظن انه لي زانفراستركتور راهم واجدين باش يحتضنوا هذه المنافسه. اكيد في كل دوره اللي تنظم يا توجور او ديرني مومون يعني لي بوتيت روتوش هذايا تخص حاجه منها ولا منها، هذا شيء عادي حتى في اكبر تظاهرات يكون، لكن نظن تقرير البريزيدون الكوميسار كل شيء راهو واجد. انت شفتهم مسار الاخر؟ بيان سور شفنا، شفنا ستاد، شفنا راني دور في وهران بلوس كو راجي، دونك سي نورمال كو شفنا المنافسه تاع جودو اللي جرات، بعض المنافسات اللي جراو انا شفنا لا فراسيكتور اللي كانت، طبعا الملعب راهو باين، القريه الاولمبيه باينه، دونك ان شاء الله تكون حاجه تكون تمام. تكون شاك اتلات اللي حالي باش يروح الالعاب الاولمبيه، اكيد محطه كيما العاب الاقتصاد المتوسط محطه مهمه، يعني تقريبا احنا كل الابطال تاعنا الاولمبيين والعالميين يعني جازوا هذه مرحله جد مهمه، خاصه للرياضيين لي جون يعني راح يكسبوا منها اكسبيريونس، راح يشوفوا يعني منافسه يعني كاين في بعض الاختصاصات من مستوى اولمبي وعالمي كبير، ما راح يكون راح يعود عليهم بالخير ان شاء الله، وبالتوفيق والنجاح ان شاء الله يكون الرياضيين الجزائريين بصحه وبركه. يكون ايمان خليف باسكو كاينين فيه ولا غارسون، ولي غارسون انا نستناو بالك نشوفوا لي يكون ديسبونيبل لو جور مام، مي المهم ايمان خليف هي حاملة خير بورت العالم الوطني في الحفل الافتتاحي. هذا شي بن حمد سي بون، اخر سؤال وزيد.